الاورام احنا عندنا 3 انواع كبار، اللي هم الاورام الدم والحاجات والامراض اللي هي المخ او السولد، يعني الامراض الصلبه والامراض اللي هي بتاعت ايه الامراض الصلبه؟ الامراض الصلبه دي اللي هي بتبقى يعني مش تبع امراض الدم، اللي بتطلع من الانسجه ما عدا الدم، اللي هي الدم والغدد الليمفاويه. الصلبه دي اللي بتطلع من العظام، بتطلع من العضلات، بتطلع من الاعصاب الطرفيه، بتطلع من المخ، دي اسمها الامراض الصلبه. بتختلف بقى على حسب مكانها وعلى حسب الاعراض اللي ظهرت بيها على حسب كل نوع. في مثلا امراض المخ والاعصاب دي بنحاول نلقطها بدري، ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك ان في صداع معين بطريقه معينه ليه نمط معين، بس وانس ان في صداع الام بتتوجه لاقرب دكتور متخصص او اللي هو مسؤول عن متابعه الحاله العامه للطفل، ده بيقول ان في لا دي حاجه عاديه خالص بتحصل مع الاطفال كذا، ممكن يعمل مقاس نظاره عادي خالص، ممكن يفحص قاع عين يلاقي الدنيا تمام يعمل طمأن للامور. وفي اعراض بتبقى مقلقه، يعني لا قدر الله التشنجات، لا قدر الله بدا يحصل ضعف في اي حته في الجسم، لا قدر الله يعني او بدا يحصل اي يعني تاخر في النمو بتاعه، يعني مثلا الولد لا ولد صغير مثلا كان مثلا بيمشي، لا الولد انا ملاحظ ان هو ماشي وما بقاش زي الاول، مثلا بقى في زكه في رجله، بقى في الم في الظهر، بقى في الم في رجله، دي من الحاجات المهمه جدا. او ان يكون في ورم بقى نفسه في كلكيعة معينه في حته في جسمه لا قدر الله، دي لازم تتفحص. وخلينا برضو نتفق على حاجه، في قاعده عامه عشان برضو دي بتحصل كتير، ان اي حاجه بتطلع من الجسم لازم تتحلل. يعني انا لا قدر الله مثلا حصل ان في كلكيعه ظهرت ما وحد مثلا كشف وقال ده مثلا ده ورم حميد او كيس دون حاجه، لا ده مش مقبول، لازم اي حاجه، دي قاعده مهمه جدا جدا عند كل الناس، حتى لو كيس دهني، حتى لو هو ايه ما فيش ضرر خالص، انا حاجه مش انا خلاص انا عملت الجراحه وشلت الحاجه دي، لازم تروح تتحلل باثولوجي، لازم دي حاجه لا نقاش فيها. حتى لو مفيش قلق، حتى لو مفيش قلق، اصل انا مش ما هو كل حاجه بتتقاس بالريسك، يعني بالضرر والاستفاده، انا ايه الضرر بعد حاجه ما طلعت احللها واطمن ما فيش ضرر خالص. بيحصل كتير جدا مثلا ان حاجه تتشال وبعد ما تتشال لا ده كان كيس دهني وما فيش مشكله خالص، ويرجع مثلا بعد 3-4 سنين ده لو كان مثلا او بعد 6 شهور او بعد كده نكتشف ان هو الاهل مثلا ما حللوهوش او الكلام ده كله. فطبعا هو المكان اللي هو بي 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 الدكاتره يعني الوعي طبعا بتاع الدكاتره والحاجات طبعا الحمد لله بقى احسن كتير في الاول من الاول، فونس ان في حاجه اتشالت دي لازم تتحلل، مهمه جدا.